الثاني، السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم سنتطرق إلى حال النظمات، وهي الفقرة الأساسية في الدرس، ولكن سنتطرق إلى طريق عفوا فقط طريقة هناك طريقة التعويض والتأليف الخطية. سنتطرق إلى طريقة التعويض. طريقة التعويض أساسها أننا نكتب x بدلالة y أو y بدلالة x في أي واحد اختاريتي. إذا عندك هنايا عندك هذا الحد، وعندك هذا، وعندك هذا، وعندك هذا، كتختار واحد فيهم وتكتبه بدلالة y، وكتختار السهل. مثلا هذا x هنا مضروب في 3، وهنا مضروب في 4، غتلقى مشكل بالقسم. ولكن هذا x بوحده، إذا غنستغل هذه الفرصة هذه، غنخلي النظمة ديالي كما هي 3x زائد 4y تساوي 3، وهنا أكتب x يساوي ناقص 1 ناقص 2y. يا سلام، يعني شنو؟ يعني هاد 2y حولتها للطرف الآخر. مزيان، إذا هاد x هذا راه هو هذا. إذا غادي نعاود نستغل هاد التعبير هذا، وغناخد هاد المعادلة نكوبيها ونحطها هنا ونكمل هنا. إذا هنا بدل ما نكتب x، غادي نكتب هاد x اللي لقيت في المعادلة التالية. إذا لدينا هذه، إذا 3 في ماذا؟ في ناقص 1 ناقص 2 y زائد، نكمل دابا، زائد 4 y تساوي 3. ولاحظوا معايا، حصلت على معادلة من الدرجة الأولى. إذا غنحلها، سأقوم بالنشر، تعطيني ناقص 3، لأن 3 بنشر على هنا وهنا، ناقص 3 ناقص 6 y زائد 4 y تساوي 3. وهنا كنبحث على الحدود المتشابهة، هاد جوج هادو. إذا بنحصل على هاد ناقص 3 نحولها للطرف الآخر، إذا وهادو غنجمعهم بيعطيني ناقص 2 y تساوي 3 زائد 3. إذا ناقص 2 y تساوي 6، إذا y يساوي 6 قسمة ناقص 2 هي ناقص 3. يا سلام، وجدت y. إذا بعد ما كنوجد y كنجي لإحدى المعادلتين، إما هذه إما هذه، وكنعوض فيها y ديك القيمة اللي لقيت. إذا غنكمل هنا وغنكمل هنا. لدينا 3x زائد 4y تساوي 3، ولكن y غنعوضو بالقيمة ديالو، 3x زائد 4 في ناقص 3 تساوي 3. إذا 3x هنا بيعطيني ناقص 12، ولا حولتها هي زائد 12، و 12 زائد 3 هي 15. إذا x يساوي 15 قسمة 3 اللي هي 5. وتكتب حل النظمات هو 5 ناقص 3. شكرا. تلاميذ، السلام عليكم. مع الجزء الثاني، مع حل النظمات. إذا تكلمنا على طريقة التعويض، غنبقاو مع طريقة التعويض. إذا التعريف ديالها هو كالتالي، أنه من إحدى المعادلتين نجد قيمة أحد المجهولين بدلالة الآخر، ثم نعوض في المعادلة الأولى. إذا نعطي مثال، تنقلك في إحدى المعادلتين، مثلا هذه معادلة، نعوض، نجد قيمة أحد المجهولين بدلالة الآخر. كاين عندنا مجهولين x، كاين هنا وهنا، كاين y هنا وهنا، ففينا هو اللي غنختار باش نكتبو بدلالة الآخر. إذا قلت لكم بأنه نختار ذلك العدد اللي المعامل ديالو واحد، مثلا هنا x، شنو العامل الآخر اللي معاه؟ هو 3 و 4، و y هو 4 و x 2، هنا y 1. إذا سهل تعزلو، بحال مثلا شي 7، زعما هذا كيدير 7، هذا زعما 7، ويريد أن يصطاد واحد القطيع، هذا قطيع مجموع له، ولكن واحد غزالة هاكا معزولة، فهو غيمشي لهادي. إذا زعما هنا أنت بحال أنت هو الأسد وتريد أن تصطاد الإكراك.
إذا غتمشي لك إيكغيك لي معامل ديالو واحد، باش دغيا تلقاه. يعني هنا دابا تكتب إيكغيك بدلالة إكس، غتشد هذا غتحولو للطرف الآخر، أنت لقيته. بعد ذلك نعوضه في المعادلة الأخرى، منين غتلقى هاد إيكغيك، هادشي اللي بيتلقى مثلا، أنت غتحول هذا، قلنا تحول هذا للطرف الآخر، بتولي ناقص، ياك. ثم نعوضه في المعادلة الأخرى، ها هي الأخرى، يعني هاد الخير هذا غادي تمسح هاد إيكغيك وتكتب بدلها، حيت إيكغيك راه هي 7 ناقص 2 إكس. إذا مثال لنحل النظمة التالية، إذا عندي جوج المعادلات في هاد النظمة، ها المعادلة الأولى ها المعادلة الثانية، إذا نكتب تنختار إحدى المعادلتين، إذا هنا اللي سهل هو هذا، دغيا سهل تلقى إكس بدلالة إيكغيك، إذا نكتب أحد المجاهيل بدلالة الآخر، اختارينا المعادلة الأولى. إذن ها على شحال غنحسبو، لأن على حولت هذا يولي ناقص 2 إيكغيك. ثم بعد ذلك هذا الشيء اللي لقيناه هنا نعوضه في المعادلة الثانية، اقرا مزيان، نعوض إكس اللي هو هذا بهذا الشيء اللي كيساويه في هذه المعادلة الثانية. إذا نكمل نحصل على ما يلي، نحصل على هذا الشيء، حيت هاد إكس ميغبر اش بيولي بلاصتو 7 ناقص هاي. ثم كنحلو هاد المعادلة لأنها معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، نجد بأن إكغيك يساوي 2. من بعد هاد إكغيك هاهو لقيناه يساوي 2، صافي غير جي للمعادلة الأولى، إما لهادي إما لهادي إما لهادي اللي يعجبك، ودخل إكغيك. مثلا هادي ساهلة معاك، غير تجي تحط إكغيك هنايا تعوضو ب 2 وتحسب وغتلقى قيمة إكس. إذا نعوض، قلت نعوض، نجد أن إكس يساوي 3. في الأخير تنكتب بأن حل النظمة هو الزوج 3 2. شكرا، ومع عودنا مع فقرة أخرى. إذا أطلب منكم حل هذه النظمة، في 4 إكس زائد إيكغيك تساوي 3 وإكس ناقص 2 إيكغيك تساوي 4. إذا فكر، وقف الفيديو، فكر ثم أجب عني حل أو حل النظمة. إذا هنا سأعيد كتابة النظمة، هذا السؤال، وعند كتابتها كنبحث على العدد اللي نكتبه بدلالة الآخر يكون مناسب. بعد ما كنقرا المعاملات كيبان لي هنا إكغيك بوحدو وهنا إكس كذلك بوحدو، إذا عندي الاختيار، هادو اختيارين بجوجهم ساهلين. إذا إما نختار نكتب هنا إكغيك بدلالة إكس، أو نكتب هنا إكس بدلالة إكغيك، ماذا سأختار؟ اللي يعجبك بجوج طرق غيأتيوبك بنفس الحل. إذا لأكتب مثلا هذا، غنكتب هنا إكغيك باش يساوي 3 ناقص 4 إكس، وغنزل هاد إكغيك هذا اللي لقيتيه هنا عوضو هنا، إذا غتولي هي إكس ناقص 2 ماشي في إكغيك، حيت إكغيك ولات هي 3 ناقص 4 إكس تساوي 4. إذا حصلنا على هاد المعادلة اللي عشان نحلوها. إذا لدينا هاد المعادلة إكس ناقص، غنشرو تولي ناقص 6، ونشرو ناقص 2 في ناقص 4 زائد 8 إكس تساوي 4، يعني 9 إكس بتساوي ناقص 6 تمشي له تساوي 4 زائد 6، يعني إكس يساوي هذا بيعطينا هذا إكس يساوي 10/9. مزيان، هاهو لقينا إكس. إذا من بعد كنجي كنعوض هاد إكس سوا في هاد المعادلة، سوا في هاد المعادلة، سوا في هادي، سوا في هادي. إذا حسنا هادي، إذا لدينا نقطتان، إكغيك يساوي 3 ناقص 4 إكس، إذا و إكس لقينا قيمته هي 9/10/9، هي 3 ناقص 4 فعشرة على 9 هي 40، ناقص 40/9، نوحد المقام عندك تمشي دير شي كاريت هنا، تساوي 3، هنا 3 في 9 هي 27، ناقص 40/9 هي ناقص 13/9، وتكتب حل النظمة هو 10/9 وناقص 13/9. شكرا.